ألو، احكي يا وردي. بولوت، هذا الرجال مجنون، أنا ما بقدر عليه. احكي مظبوط عن صديقي، شو صار؟ احكي لي. إجا لعندي وما في هانة ما هني إياها. عجبتي ولا ما عجبتي؟ قال لي أنت إلي وبدك تصيري جاريتي. إيه غموستي، بالعافية إن شاء الله. انتهى الموضوع. نقي بين ميماتي وبين التراب. ممكن أخذ سيارتي؟ لا، ما بتقدري تاخديها يا أنسي. شو يعني ما بقدر؟ هذا أمر قطعي من ميماتي باش. شو قلة هالأدب هي؟ طلبوا لي تاكسي. كمان ما في تاكسي. تاكسي! يا ربي شو هالحالة؟ ابي لا تبردي. فارم عليك، تقل الشاي ممتاز. هذا الشاي الأكروك. صحة وعافية معلم. سجل بعقلك، المعلم بيشرب الشاي بلا سكر والقهوة كمان. إذا كان المعلم مماتي ما له مزاج، اوعك تسأله بتشرب شي. وقت شو ما عطيته بيشرب. عبد الحي ما شفته شرب عصير، وإذا شرب بيشربه بالسر. محمود بلا ما يشرب شي. بالنسبة لعمران مزاجه غير شكل، بياخد شينو مينو كابتشينو وبيشرب القهوة بالكيس. اللي بيشوفه ما بيفكروا أبدا من الضيعة، بيفكروا من ريني. معلم وين ريني؟ ابني انت ما بتعرف أوروبا بنوب؟ هاي بأوروبا. طلع هون في خريطة، أورلون، بوردو، جيرمان، مانشستر، هدول أكبر مدن بأوروبا. صباح الخير معلم. صباح الخيرات. معلم اتصلوا فيك من التقال. الرئيس محدد لك موعد معلم، قال بدنا نلتقي الساعة 10، وقال انه عم يستناك بمكتبه. ما قال شي تاني؟ سلام واحترام، شو بده يكون معلم؟ جاهز سيارة لثروت، بدنا نطلع كلياتنا. حاضر معلم. كيفك آدم؟ منيح معلم، شكرا. آدم ولد ممتاز معلم، بأمانتي أنا بعلم أصول الشغل معلم. بس بارات ما بارات، ملاهي ليلية بلاها. لا يا معلم لا، والله افتراء كبير. ألو. ماشي. الشرطة مسكت السوتيرات. شو عم تقول عزات؟ بعد ما نزلوا بالمينا وطلعوا 2 كيلومتر مسكوا، صادروا البضاعة ووقفوا الشوفير. شو عملها حقان؟ لا يا معلم، هالمرة الشغلة رسمية. ايه معناها مين بعنا عزات؟ شوفيرية؟
الرئيس فاضي؟ بانتظاركم، تفضلوا. محمود خليكم هون. أمرك معلم. تعال اقعد هون. طلبت أقابل الرئيس، مو أنت يا أورال. عم بسمعك يا مراد علمدار. الرئيس قبل شوي طلع تقاعد، والرئيس الجديد أنا. ما عندي شي أحكي معك. يمكن في شيء بدك تحكي معي. معك كلام كتير يا حقان. ولك أنا بحسب الله ما خلقك. ولك أنت ما عندك رحمة. كيف بتعمل هيك بعبد الحي؟ شو عم يصيروا له؟ خلينا نهرب وننفذ بريشنا. انت خلاص. وقفوا، قلت وقفوا. مراد علمدار، لا تروح حالك. روحني ولا روحني. من اليوم ورايح لا تدور بين رجلي. خلي هاد لقاءنا الأخير. أنا هلأ عراس هاي المؤسسة، وطالما أنا موجود أنت مو موجود. لا المؤسسة ولا الكرسي رح أترك لك، يا عم تفهم؟ انبسط هلأ، أنا بعرف وين لازم تقعد. وانت عبد الحي اللي رح يقتلك، انا وعدته بهالشي. ثروت اخذوه معلم. معلم لوين بنروح؟ شو بيعرفني على جهنم؟ امشي.
مين بعنا يا عزت؟ معلم ما حدا بيحسن يبيعنا، معناتها في بيناتنا نحن الثلاثة خاين. انت شو قصدك عزت؟ شو معلم؟ الشرطة ما باعتنا، اكيد في حدا بيننا باعنا. ميماتي جد مين بيعرف هالشغلة غيرنا؟ ما حدا بيعرف يا رئيس. ما ممكن توثق كتير بجماعة الشوفيرية. رئيس الزلمة يلي عم بتقول ما بينوثق فيه ببلغ عن حاله وبيدخل السجن؟ وهي مزبوطة؟ معلم ليكون عرفوا شغلة المازوت من التليفونات والمكالمات. نحن ما حكينا شي على التليفونات يا علي، إذا أنت حكيت ممكن. أنا مع مين بدي أحكي معلم؟ شو عرفني؟ إذا بقيت مع أصدقائك ساعات ودقايق وحكيت بالمناسبات الخاصة. ومين هالأصدقاء هدول؟ النمرة الأخيرة تبع علي عثمان رئيس، ملاحق البنات. البنات ملاحقة هادا ولا ملاحقة مصاري؟ الزلم اللي بيعطي مصاري للنسوان أجدب. وقدام الأجدب ما بينحكى بالشغل، ما بتصير لقاءات شغل لأنه ما بينعطى سر. طلع برا يا علي عثمان. عزت الرئيس عم يمزح، علي عثمان ما طعم حدا مصاري. عزت غير اتجاه سير الشاحنات، خليهم يمروا من طريق شيلة. اي شحنة معلم؟ السوتيرات اللي رح تطلع بعد الظهر عزت. غلطت، كان لازم تخلص عليه هون. حقا انا مو واحد قاصر لحتى اقتل مراد على مدار ضمن هاي المؤسسة. طالما مراد على مدار موجود فما رح يتركوك على هالكرسي. بدي ادفنه مع الرئيس بمزبلة التاريخ. جيبوا لي ثروات. اثنين حيروحوا ضحية الإرهاب. بهنيك، مبروك عليك معلمك الجديد. برأيك ما تأخرت شوي لبين ما تخبرني؟ معلم صارت فجأة، أنا كنت عند الرئيس. وين الرئيس؟ جوا بغرفتك. معلم بعرف هلأ مو وقتها، بس في مشكلة تانية. شو في عمران؟ كل صهريج المعلم ميماتي بلغوا عنا والمازوت تصادر. ورالي اللي ورا هالقصة؟ بهالفترة هنين مشغولين شوي، ما بعتقد. معناتها بولوت. أهلا وسهلا. أهلين وسهلين. الشباب خبروني بحادثة المؤسسة. يا ريت لو الشباب بلغوني بالحادثة الأساسية بالمؤسسة، لكنت ما رحت لهنيك. مو مهم مين قعد هنيك، المؤسسة مؤسستنا. كيف يعني مو مهم؟ الرجال بأول دقيقة دخل حقان على غرفته، عمل المؤسسة مركز عصابة. انتو كيف بتسمحوا بهالشي؟ كيف بتطلب تقاعدك؟ للأسف في بعض الحالات تفرض الانسحاب. الأمريكان هن اللي ضغطوا؟ صحيح، بس هذا الوضع رح يتغير. كيف؟ ادخل. يا هل ترى حكولك مين نحن؟ حكولي. بدي اقول لك، حسب قيود المنظمة تبعكم انت ميت، بتعرف؟
ما بعرف بس بتوقع انه مزبوط. اي معناها ليش لحتى نتركك عايش؟ انا بدي اخدمه بس ممكن يطلع بايدي شي من ناحية المخابرات. خراسولا مخابرات شو؟ بتعرف بشغل الالغام؟ انا اللي بدكن يا معلم، بزرع كل انواع الالغام وبفجرها. الرجال إلك يا حقان. الظاهر الأمريكيين غيروا الأسلوب، تصورت رجعوا كليا عن فكرة تحقيق الأمن بشمال العراق بدون تركيا، واكتشفوا أنه هالشي رح يساوي أزمة كبيرة. كيف رح تقبل إسرائيل بهالشغلة؟ إسرائيل ما ممكن تقبل بأي شيء بدون ما تكون مخططت له من الألف للياء وبعدين بتقرر. إسرائيل عند اللزوم تتحالف مع الشيطان في سبيل مصالحها، ومستحيل إنها تتنازل وتترك هذا المحل لأمريكا وتركيا. وحتى الأمريكيين بيسيطروا تماماً على مرحلة تصفيت المنظمات الإرهابية حتى ما قبلوا بوجودنا بالمؤسسة. وانتو شو خطتكن؟ رح اشرح لك. قضية التبشير من جهة، وجريمة الصحفي من جهة، والإرهاب من جهة، والعصابات من جهة، خربطوا الساحة تماما. وللعيان كان لازم نظهر لهم انه نحن خسرنا، كمان انسحبنا. طيب بس كل ثانية بيقعد فيها ورالي هنيك رح تخلي كل مادة من يلي عديتهم تحول تركيا لبحيرة دم. أكيد رح يكون لها الشيء التمن. رح أقلك شغلة، هذا التمن أنت يلي رح تدفعه، ما رح يدفعه ورال. بعدين هلأ مو وقت دفع التمن، هلأ وقت التحصيل. لأول مرة منكون بوضع رابح بالعالم. لما بتكون أول مرة أمريكا، روسيا، إيران، أوروبا محتاجيننا بشكل واضح، مين هو يلي رح يحدد سياسة دفعك للثمن؟ لأيمتى بدنا نضل سلبيين؟ نحن لا سلبيين ولا شيء. مثل ما قلت لك، يمكن أول مرة بعد 50 سنة من العمل وهن لاحقين هم القعدة على الكرسي. نحن بدنا نحل المشاكل من جذورها. أنتو يا ترى فيني أعرف مين أنتو؟ أنا جاي أحكي بهالموضوع وهني طالبين يلتقوا فيك. مين؟ الدولة التحتية؟ الدولة الحقيقية اللي هني عم يحددوا قدر الأمة والدولة من 2000 سنة وأكتر. ايه منلتقي، تكرم. أنا بذاتي رح أجي المساء وأخذك على اللقاء. شو قررت انك ما تترك ولا مسيحي بكل تركيا؟ لا. انت من وين صرت قومي هيك؟ انا شو علاقتي يا داود بيك؟ جرايتكن هي اللي عم تطرح هالقضايا، والا هي حادثة عملوها كم واحد مو دريانين بحاله. نحن 4 اشخاص واربعتنا منعرف بعضنا كتير منيح. عملت شغلة منيحة وأخذت التقدير، وبهالحالة ما لازم تشاركنا كلنا بهالشي؟ تعرفوا أنا بحب المشاركة، طبعا بشارككم. بتعرفوا أنه نحن تحركنا بشكل مشترك مع جرايتكم بهالشغلة. أنا أخذت التعهد من أوروبا
وانتو من امريكا، والمصاري ببنك جلال بيك. وهي مشاركة. ايه وحصتي؟ ادري بيك، انا ما بدخل بتهريب المازوت، هاي مو مشاركة. شغلة المازوت مثل شغلة المسيحية، انا لحتى استمر بهالشغلة عم بشتغل مع الاف الناس، عم بدفع رشاوي لمئات الاشخاص، واللي عم بكسبه عم شارككم فيه كلكم. انت بتأمر بقتل شخصين، داود بيك بيعمل مانشيت، وبتعملوا هيصة بهالعالم، وواحد منكم بياخد تعهد طيارات، والتاني بياخد تعهدات أسلحة، وجلال بيك من دون ما يعمل شيء بيقبض الفايدة، وولاد هزاربي ها ولا شيء. يا جماعة عدم المؤاخذة، أما أنا ما بترك لكم هالشغلة. أنا عم بقبض فايدة بدون ما أعمل شيء يا سيد أدري. تنظيف شغلة أصعب من توسيخها. من شان نظف لكم مصاريكم، وأنتوا قاعدين هون عم دورها حول العالم السبع دورات. مشكلة السيد أدري مو مع سيد جلال، معي أنا. بكل اتفاقية بنعملها بيطالع لنا مشكلة. تفضل، أنت لخبط الأرثوذكس والكاثوليك. إذا أنا ما تحركت ودعمتكم بمانشيتاتي، وقتها بتدفعوا الثمن. كيف بدي لخبطهم يا داود بيك؟ المخابرات سيطرت عليها أنت. أنا جاهز للمشاركة بقوتي. قولوا لي وين عندكم مشكلة، سوا مناخد الإجراءات يلي بتمنع هاي المشكلة. أنا في عندي مشكلتين، واحدة منهم رجال مراد عالم دار يلي بتدعمهم أنت، مدوا إيدهم على شغلة المازوت يلي هي إلي، كل يوم عم يوجهولي ضربة. أما الثانية مراد عالم دار يلي بتدعمه أنت كمان، عم يمنع شغل المخدرات. أدري بيك، بدل ما أنا وأنت نعذب حالنا مع شلة هالولاد، اتركهم وخلي الشغلة تكلفنا شوية مصاري، وخليهم يشوفوا شغلهم. مراد عالم دار قبل 6 أشهر كان عم يحاول يدخل على المعبد، هلأ عم يجمع حب الشوارع. وأنا كمان أزان كتير، شغل تهريب الأعضاء وقفوا نهائيا تقريبا. وأنا كمان أزالي شحن المصاري. أنا شايف إنه هذا الزلمة يأذيك إلك وإلي وإلنا كلنا. شو بيفيدك هذا الزلمة لحتى تتركه عايش لحد هلأ؟ يا جماعة عدونا منعرفه؟ منعرفه، منعرف قديش ممكن يأذي؟ منعرف. أنا كل اللي بدي إياه أشتغل مع عدو بعرفه وبقدر أحسب بشو ممكن يأذيني. إذا حدا منكم بده يقتل مراد عالم دار يتفضل يقتله. المهم بالقصة نعرف لوين رايحين. أنا بحب أعرف طريقي. مرحبا معلم. مرحبا يا ابني. ولاد شيتين ليش القائد طلبني؟ ما بعرف يا مورو. كيف مزاجه؟ كأنه ما في صوت. كأنه ما في صوت. الزمزم اللي سألك. يا الله، سيدي أمرتني اجي. عود يا مورو. لا هيك منيح. قال لك عود ولا؟ شلون نوال؟
شو قصدكم بنوال؟ مورو، على صعيد العمل التنظيمي عم أقدم المعلومات اللازمة سيدي، يعني مثل ما عرضت بتقريري. ليش ما أنا كاتب بالتقرير كيف وصلوا لهالداء؟ سيدي ما بتتصور قديش أنا مزعوج من الإشاعات اللي عم يطلعوها المحرومين من الأخلاق الثورية أصحاب نقاط الضعف البرجوازية. مورو، أنا بعرف حتى النفس اللي بتاخده، كنت لازم أعدمك من زمان. حياتك الشخصية والصراع اللي دخلته مع مراد على مدار بكفي لإصدار حكم الإعدام عليك. إذا بتهرب مرة تانية بودرة من المنظمة وبتسرق مصاري وبتخبي شيء، أنا شخصياً رح أقتلك. أما حالياً رح أتحمل أنا المسؤولية. سيدي أنا رح أحاول أكون عند حسن ظنكم. المنظمة عم تدخل بعملية إعادة بناء. الأمريكان باعونا يا مورو، البرزاني باعنا، والرئيس جلال باعنا كمان. مثل ما صار بالماضي. إيه، بدنا نسحب المنظمة للساحة السياسية ونبنيها على أساس نضال غير مسلح. لكن لازم تعرف النضال السياسي بيكلف أكثر من النضال العسكري بكتير، بيلزموا مصاري. بتقريري بينت الشيء سيدي القائد، إذا ما في مصاري ما بتسوي شيء بالمدن الكبيرة. طيب يا مورو، طالما عم بتقول عن هالأمور بتقاريرك، اعمل اللي قلته لنشوف. أنت مسؤول عن المدن الكبيرة، حالياً ما بيلزم رجال للجبال. أنت بدك نوعين حسب مبادئ المنظمة بالمدينة. بعد التربية الإيديولوجية الشباب عم يتحرقوا مشان يتدربوا على النضال المسلح. منيح هيك ولا؟ بدك تبني تنظيم مافيا قوي، بدهم يستخدموا سلاح، اللي ما بيدفع الخوة أو صوب راسه. أمركم سيدي. راح أعطيك كم اسم جداد بموضوع المخدرات، عمل معهم علاقة. غير هيك عم تيجي كميات دخان كبيرة من شمال العراق، وعم ينجاب سكر مستورد على أساس يدخل لشمال العراق وبينطرح بالسوق، السوق الداخلية. عم تفهم علي مورو؟ سيد الرئيس قديش منطلع من السجاير والسكر؟ لك لا تحكي بجهل، عم تجيب 5 مليارات دولار صافي بالسنة. سكر؟ بشرفي بيجيب أكثر من كل أنواع البودرة. لا تزودها يا مورو، وبدي إياك من هلأ تبعد عن مراد على مدار، ولا تدور ناح رجال قرج داغ. عمل اللي قلت لك إياه، وما بدي منك شي تاني. تأمروا سيدنا. قالوا لي إنك طلبتني خليل بيك. بعدت لك يا أنسة إلفت لا أطلب منك تسامحيني. خير خليل بيك؟ رح تتخرج من هون؟ لا، رح انتقل لقسم تاني. ليش؟ غرفهم هنيك أكبر، زواري كتار. حلو كتير، لكن أنا رح أحكي مع رئيسة الممرضات وبخليها تنقلني على القسم اللي رح تنتقل عليه خليل بيك. أنسة إلفت، أنت ما عم تفهميني. أنا قصرت بشي؟ أستغفر الله، أي تقصير؟ أنا صار عندي تقصير، أخذتي قلبي. أستغفر الله، ليش هذا بينعاد تقصير؟ شوفي لسه أكتر من هيك، واحد بالستين ما بيجي شعر براسه، ما بيجيله يوم واحد يمضي برا وما بيقدر يتحكم بمشاعره، وهو ما فكر بهالشي، ما بيكون عنده أكبر من هيك تقصير أبداً. علي هالحكي على خطيرتي، يمكن خرفتنا. خليل بيك، شوفي، إذا قلنا حلو، أنا ربعينية الشتاء، أما أنتي الربيع، روحي تركي اللي أنتي فيه وروحي نقي لإلك ربيع مثلك، ووصلوا للأربعينية سوا. طيب أنت ما بدك تسألني عن قلبي؟ استني، خليني أقعد قبل ما أوقع. اللي بدك تقولي
قولي هلا. أنا عشت الشتاء وما شفت الربيع بعمري. هالمرة حتى لو كان خريف قبلاني أحسن. أنت منتبه لحالك شو عم تقولي يا أنسي الفات؟ أنا ما عم أقول، قلبي اللي عم بيقول. بس القلوب اللي بعمرك بيقولوا مرة هيك ومرة هيك. أنت أحسن شي ما تسمعي قلبك، اسمعي عقلك. هاي الشغلة ما بتزبط ومو مبين لها نهاية. ما في من هالخريف ولا أمل أبدا. عندي لا أمل ولا غيره يا دكتور. لهيك لا تعذب حالك وتحكي عالفاضي. ما عندي استعداد أعمل اللي بيقوله دكتور المجانين، ولا حتى أعمل اللي أنت بدك تقلي عليه كمان. كل واحد بمر بظرف صعب، هيك الحياة. إذا بدك تستسلم بحترم رأيك، هاد كمان خيار. أما إذا بدك تقول ما عندي أمل، أنا بعترض على هالشي. في ناس ما عندهم ولا سبب ولا حتى شعاع ضوء للأمل، حتى هدول ما بيستسلموا. دكتور انا عم اقول لك ما عم بقدر اسمع وانت لساتك عم تحكي. ماشي، معناتها لا تسمع، تفرج. يا رب اكرم يا رب اكبر. على هذا ما بقعد. هذا اللي عم بتقول ما بقعد عليه في ناس بحاجته. تعال لأفرجيك ياهن. إذا هيك عم تفكر أنا رح استسلم. أوه يا رجال يا ضاع. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، من الأول. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. هدول كلهم ضحايا الإرهاب. هلأ منحرك. الرقيب خسر رجله وبنرفع لفوق. راحت بسبب الغم. واحد، عنده ولدين الله يخليله ياهم. أربعة، صحيح ما عنده رجل بس عنده أمل. بتقول ما رح أخده على الجنود وأعطوه قطع غالية من أسامهم. منحرك الخصر على اليمين. اسمع دكتور، واحد، اثنين. أول شغلة بدي أعملها بعد ما أقوم على رجلي بدي أقتلك، لأنه بحياتي ما شفت هيك تعذيب. طلعني من هون بسرعة. هم قعدني على كرسي كمان، خجلتني. بننزل الايدين لتحت ومنسترخي شوي ونرفع الرجلين لفوق. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. برافو معلم. لازم تعرف انه حتى تنصاب سيارة بلغم لازم تمرق السيارة من فوق اللغم. بس هيك كيف بدنا ندفنه وشلون؟ لا تدخنها يا ثروت. شو عم نشتغل براس جبل؟ بدك تحفر الزفت ولا بدك تدفن اللغم؟ معلم يعني اذا بتشرحوا لي شو بدكم مني بالضبط؟ هلا شوف، رح نتبلغ بخط سير السيارة المصفحة. بدنا نأمن وقفتها على الضوء الأحمر. هاي الشغلة ما بتصير بلغم. في طريقة واحدة، بدنا نحمل سيارة بمتفجرات ولما توقف على الإشارة الحمراء جنبها أو وراها منفجرة. هيك منيح. أنت رح تسوق السيارة؟ لا، هاي خطرة معلم. اسمعوا، لا، الانتساب للمنظمة يعني أقل خطر؟ بدك تحط المتفجرات بالسيارة وبدك توصل على المحل يلي أنا بحدده، وبيبقى عليك تفجير المتفجرات وانت جوات السيارة أو براتها. يا بتموت يا بتعيش، ما في خيار تاني. خط السير معروف شي؟ لسه ما تحدد، بس بدي اقول لك من الاول بهي العمليه بيموتوا ناس كتير لانه السياره مصفحه. يموت مراد علمدار والرئيس ويموت معهم الف شخص، ما رح يهمني.
قديش اعمارهم هدول الاولاد يا عم؟ الكبير 16 والصغير 14. انا ما شفت هالولاد بنوب، ليش؟ عم يدرسوا. عم تبعت الاولاد على مدارس الامبرياليه؟ لا يا معلم، على مدارس عامه عاديه، مدارس الدوله. نمنا نلاقي مدارس امبرياليه؟ لا تحكي بجهل ولا. اذا انت جاهل اترك الاولاد يتربوا على الوعي الثوري، اثنين راح يروحوا معي. فهمت شو عم اقول؟ انا ما ببعت اولادي على جبال وما جبال. ايوه، اصلا الجبال عم تستنى اولادك. ليش بقي جبال؟ الشباب بيلزمونا بالمدينه. الشاب المو متعلم تعليم ايديولوجي مو فرد، هو قطيع. انتوا بدكم تعملوا هدول الاولاد غنم؟ او انت عميل الامبرياليه؟ عميل شو معلم؟ لساتهم صغار، ليكبروا شوي. لازم يكبروا على اخلاق الثوريه. خذوا الاولاد. لا لا تاخذ الاولاد. شو انت عم تتمرد على القياده؟ اوسو براسو. لا نحن منروح معك مورو. لا توسو. برافو، هذا الصديق الشاب مثل ما انقذ حياه ابوه لازم ينقذ قدر بلده. برافو عليك. يلا يلا امشي. ما لازم تبكوا، تخربوا ولادكم. يلا لشوف. الاولاد بمدارس البرجوازيه بيشموا شيء؟ مخدرات. برافو. لا مخدرات. بس بمدرستنا في حب. منيح. من هون وهيك انت المسؤول عن المدرسه. بدهم يجوا الكل ويقدموا لك الحساب لك. عندك الوعي تتحمل المسؤوليه؟ في. برافو. شايف اهلك اللي عم يبكوا هني؟ خلال فترة قصيرة بدهم يتباهوا فيك. بدهم يفرجوا صورتك للكل على انك قائد. لازم اولاد البرجوازية يتعودوا على المخدرات. منيح. انا بعطيك حب. بتوزعهم بالمدرسة ومنشوف بعدها. مفهوم؟ مفهوم. يلا. يلا. تعال اركب هون وانت من هون. كيف الأوضاع؟ هلأ أنت عم تسأل عن الغرفة ولا عني يا مراد الروح؟ عم بسأل عنك، شو بدي بالغرفة؟ البنت ما خطبتها وقالت إنه قلبها معي وتحبني، ولك المرة وقعت. كنت معتمد عليها، قلت ما بتقبل فيني، قام مسكتني من إيدي وما بعرف شو بدي ساوي. أي وشو اللي بزعل؟ عشو ما بيزعل يا مراد الروح، بعد ما قطعنا الستين اندق بابنا. انت بدك البنت ولا ما بدك اياها؟ للظهر بدي اياها، بس لبعض الظهر ما بدي اياها. كيف يعني؟ للظهر بعير حالي، بعير بنزيني. بتقول بتعملها خالو، بتساويها خالو. وعم بيقولوا الناس إنه معلش بيصير عندك أولاد بثمانين واثنين وثمانين، وبعدها لما تغرب الشمس بشوف حالي بقول والله المغسل قليل عليك بعد الستين. أنت هون ما عندك شيء، لهيك عم تفكر بهالقصص. إذا بدها تصير بتصير يا خال، ومنقوم بالواجب. وإذا ما رح تصير ما بتصير. انت شو عم تقول يا مراد الروح؟ بتصير ولا ما بتصير؟ احكي بوضوح اكثر. خال انت كون واضح حتى احكي معك بوضوح. هلا عنا شغل. المنظمه عم تغير التكتيك. هيك العاده.
كل ما يتضايقوا بيغيروا التكتيك. هلأ شو تكتيكهم؟ حتى ما يتصفوا تماما بدهم يصيروا مافيا، بدهم يسيطروا على المصاري ويحافظوا على عناصرهم ومنظمتهم. وهي عندك، لازم تعرف ارتباطات المخدرات تبعهم.